بسم الله الرحمن الرحيم، نفتتح الجلسة. أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نبدأ بتلاوة أسماء المعتذرين والغائبين عن الجلسة السابقة. الأخت الأمين العام تفضلي. لا يوجد متغيبون عن حضور الجلسة السابقة بدون عذر. المعتذرون عن حضور جلسة هذا اليوم: سعادة الدكتورة فاطمة الكوهجي، سعادة السيد جمعة الكعبي، سعادة الدكتورة ابتسامة الدلال، سعادة الدكتور عبد العزيز أبول، سعادة الدكتورة جميلة السلمان للسفر في مهمة رسمية بتكليف من المجلس. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. ننتقل إلى التصديق على مطبطة الجلسة السابقة، فإذا هناك أي ملاحظات. إذن تعتبر المضبطة مصادق عليها. ننتقل إلى بند الرسائل الواردة. الأخت الأمين العام تفضلي. شكرا معالي الرئيس. الرسائل الواردة: رسائل معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب الموقر بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول التالي: المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2022 بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية لإختار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين لإختار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. شكرا معالي الرئيس. ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون بتعديل المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية. المقرر الأخ عادل، تفضل. أرجو تثبيت تقرير في مضبطة اللجنة. شكرا. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة؟ أغلبية موافقة، تفضل. شكرا. ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته وعلى الرأي القانوني المستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي: يتألف المرسوم بقانون فضلا عن الديباجة من مادتين. تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية بما يجيز تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لمدد أخرى مماثلة. وأتت المادة الثانية تنفيذية: يهدف المرسوم بقانون إلى المحافظة على قضاة المحكمة الدستورية بما يتمتعون به من خبرات قضائية تراكمية في المجال الدستوري، يجب أن تتوافر لدى رئيس ونواب وأعضاء المحكمة الدستورية بما يتناسب مع طبيعة عمل القضاء الدستوري باعتباره حامياً لحرمة وسمو مقتضيات الوثيقة الدستورية. كما أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن أهم مبررات إصدار التعديل على قانون المحكمة الدستورية بأداة المرسوم بقانون هي المحافظة على الخبرات والكفاءات القانونية من أعضاء المحكمة الدستورية، وخاصة مع قرب انتهاء المدد القانونية لبعض قضاة المحكمة، وذلك لما تشكله المحكمة الدستورية من أهمية باعتبارها الحامية لسلامة تطبيق الدستور وعدم الخروج على أحكامه. كما أن المحافظة على الخبرات والكفاءات القانونية من أعضاء المحكمة الدستورية يعد من أهم الضمانات التي تكفل المحكمة الدستورية قيامها بمهامها على النحو الذي أكده ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وأنه منذ إنشاء المحكمة الدستورية تعاقبت عليها خبرات قانونية وقضائية بحرينية وكفاءات بنت الكثير من الخبرة في العمل بالمحكمة الدستورية، وأن شرط مدة 10 سنوات ومن ثم الاستبدال بآخر يسبب
فقدان الكثير من الكفاءات والخبرات القانونية والقضائية التي يجب المحافظة عليها، الأمر الذي يستوجب الإسراع في إدخال التعديل الماثل على المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية على النحو الذي يسمح بالتجديد للخبرات والكفاءات القانونية الموجودة من أعضاء المحكمة الدستورية لمدد أخرى مماثلة. ومن ناحية السلامة الدستورية، أجرى المرسوم بقانون محل الرأي تعديلا على المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 27 سنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية، بما يجيز تجديد عضوية رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية لمدد أخرى مماثلة، حيث أن أعضاء المحكمة الدستورية كان يتم تعيينهم بأمر ملكي لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، فكان الحد الأقصى لمدة بقاء قضاة المحكمة الدستورية 10 سنوات. ثم تفقد المحكمة خبرات وكفاءات قانونية أرست العديد من المبادئ الدستورية ليتم استبدالهم بقضاة آخرين، على الرغم من أن عطائهم ما زال مستمراً، فأتى المرسوم بقانون للإبقاء على تلك الكفاءات التي أصبحت بحكم خبراتها في العمل القضائي بالمحكمة الدستورية مرجعاً لا غنى عنه في المسائل الدستورية. وقد أصدر المرسوم بقانون وفق الشروط والضوابط التي تضمنتها المادة 38 من الدستور في 29 سبتمبر 2022 خلال فترة عدم انعقاد مجلسي الشورى والنواب بعد فض الدور الرابع من الفصل التشريعي الخامس وقبل بداية الدور الأول من الفصل التشريعي السادس، كما تم عرضه على مجلس الشورى والنواب بتاريخ 4 أكتوبر 2022 طبقاً لما أوجبته المادة 38 من الدستور لتمكين السلطة التشريعية بمجلسيها من القيام بدورها التشريعي وبحث مدى موافقة ما تضمنه المرسوم بقانون لأحكام الدستور. وقد اشترط النص الدستوري لإصدار المراسيم بقانون أن يحدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لا تتحمل التأخير، وهذه الأمور يقدرها جلالة الملك باعتبار جلالته رأس الدولة عملا بنص المادة 33 ألف من الدستور، إذ أن مدى توافر حالة الضرورة الملجئة لإصدار المراسيم بقوانين يراعى فيها السلطة التقديرية للإرادة الملكية التي تكون في محلها بشأن تقدير توافر تلك الحالة، ومن ثم فتقدير جلالته لحالة الاستعجال له ما يبرره متى ما قرر إصدار مرسوم بقانون طبقا للمادة 38 من الدستور. ومن ناحية السلامة القانونية للمرسوم بقانون، أكد ميثاق العمل الوطني ضرورة أن يعين الدستور الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، إيمانا بأن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح تعد أهم الضمانات التي تكفل حسن نفاذ الدستور وعدم الاعتداء على أحكامه. كما أرسى دستور مملكة البحرين الصادر في 14 فبراير 2002 نظام الرقابة القضائية المركزية على دستورية القوانين واللوائح، موكلا هذا الاختصاص الذي لا تخفى أهميته في إعلاء صرح الشرعية الدستورية إلى المحكمة الدستورية التي تعد هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها. وحرص الدستور على تعيين الجهة الموكول إليها إعمال الرقابة على دستورية القوانين واللوائح وتحديد اختصاصاتها، ارتقاء بمنزلة الرقابة الدستورية إلى مصاف المؤسسات الدستورية القائمة. فأسند المشرع الدستوري إلى المحكمة الدستورية دون غيرها مراقبة دستورية القوانين واللوائح، حيث نصت المادة 106 من الدستور على إنشاء المحكمة الدستورية. وقد أوردت المذكرة التفسيرية للدستور
في بيان ذلك أنه رغبة في استقرار وضع الرقابة على دستورية القوانين آثر التعديل الدستوري أن يتضمن نص الدستور ذاته تحديد هذه الجهة وإيضاح المبادئ التي تحكم تنظيمها، حيث يترك للقانون الذي سيصدر بشأنها وضع التفصيلات التي تحكم عملها على إطار ما ورد بالنص الدستوري. وقد صدر بتاريخ 14 سبتمبر 2002 المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2002 بإنشاء المحكمة الدستورية. وفي هذا المقام تؤكد اللجنة أن المحكمة الدستورية بمملكة البحرين هي إحدى المكتسبات الدستورية في النظام القضائي العدلي بالمملكة، ويتميز أعضاؤها بالخبرة القضائية التراكمية في المجال الدستوري، ومن ثم وجب التمسك بعطائهم ما دام باقيا، حيث نصت المادة 106 من الدستور على أن تنشأ محكمة دستورية من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح. وقد فضل هذا النص أن يعهد بالرقابة إلى المحكمة إلى محكمة دستورية متخصصة تنشأ لهذا الغرض، كما يسمح بأن يضم تشكيل هذه المحكمة إلى جوار القضاة بعض رجال القانون ليتحقق الهدف من إنشائها ويتفق مع وظيفتها. وحرصا على استقلال المحكمة قررت المادة المذكورة أن أعضاءها غير قابلين للعزل خلال مدة عضويتهم، بحيث يقتصر قانون إنشائها على وضع القواعد اللازمة لإعمال هذه الضمانة. فإن النص الدستوري ترك للقانون تحديد مدة تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، وقد ارتأت الإرادة الملكية المختصة بتعيين أعضاء المحكمة الدستورية أن قضاة المحكمة الدستورية بما يتميزون به من خبرات قضائية تراكمية في المجال الدستوري يجب التمسك بعطائهم، فارتأت أن أنسب الأدوات القانونية للحفاظ على تلك الخبرات المرسوم بقانون، ومن ثم فقد أصدرته للإبقاء على تلك الكفاءات التي أصبحت بحكم خبرتها في العمل القضائي بالمحكمة الدستورية مرجعاً لا غنى عنه في المسائل الدستورية. والسبب الرئيسي للتمسك بقضاة المحكمة الدستورية يرجع إلى الأثر الهام الذي يترتب على الحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، فإنه إعمالاً لحكم المادة 106 من الدستور المعدل ومذكرة التفسيرية ولقانون إنشاء المحكمة الدستورية، فإن أحكام المحكمة وقراراتها الصادرة في المسائل الدستورية تكون ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة في جميع الأحوال أثر مباشر، ويمتنع تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم تحدد المحكمة تاريخا لاحقا لذلك، وهو ما استقرت وتواترت عليه أحكام المحكمة الدستورية. كما أن المرسوم بقانون يترتب عليه الكثير من النتائج الإيجابية، منها 1- تحقيق أهم الضمانات التي تكفل للمحكمة الدستورية استمرارها في القيام بمهامها على النحو الذي أكده ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، وتعزيزا لعمل السلطة القضائية في المجال الدستوري في مملكة البحرين. 2- إن عمل القاضي الدستوري بما يشمله من دور اجتهادي وإبداعي يترتب عليه قوة ومتانة الحكم القضائي الدستوري، وبالتالي إرساء مبادئ دستورية تستقر المحاكم على تطبيقها يترتب على جعل الحد الأقصى لتعيين قضاة المحكمة الدستورية 10 سنوات، أن يتم الاستغناء عن قضاة لم تتوقف عطاءاتهم في سن صغيرة نسبياً خلافاً للغرض الأسمى لهذا النوع من الاختصاص الذي يستوجب التمسك بالخبرات التراكمية التي تكتسب كلما تقدمت السن واستمر العطاء. وعلى الصعيد المقارن فإن ما أتى به المرسوم بقانون يتفق مع تنص عليه الأنظمة المقارنة، ومنها على سبيل المثال جمهورية مصر العربية
يستمر قضاة المحكمة الدستورية العليا لسن 70 دون تحديد مدد معينة للبقاء في المحكمة، وذلك عمل بنص المادة 69 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمعدل في 8 مايو 2007. وفي دولة الكويت تنتهي خدمة القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع ببلوغ سن 70 عملا بنص المادة 9 من مرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 بشأن درجات مرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل رقم 124 لسنة 1992. وختاما تؤكد اللجنة أن المرسوم بقانون صدر مستوفيا لشروط المادة 38 من الدستور ولباقي النصوص الدستورية ذات الصلة، ولم يتضمن ثمة مخالفة قانونية، كما أنه يعزز من عمل السلطة القضائية في المجال الدستوري في مملكة البحرين. وبناء عليه ترى اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه. شكرا جزيلا. نفتح باب النقاش. الأخت رئيسة اللجنة، تفضلي. دلال الزايد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا معالي الرئيس. بداية حبيت بس أضيف بعض الأمور اللي تفضل فيها مقرر اللجنة. لا يمكن الحديث اليوم عن المحكمة الدستورية إلا باستذكار المغفور له بإذن الله إبراهيم حميدان اللي هو كان أول رئيس للمحكمة الدستورية. أيضا رجوعا على موضوع المحكمة الدستورية تحديدا، هذه كانت فعلا نقلة نوعية أحدثت في تعديلات دستور مملكة البحرين بإنشائها، ومن المعروف بأن هذه المحكمة الدستورية أخذت في هذا النظام بعض الدول، بحيث أن هي تضفي مسألة أن ينعقد مثل هذا الاختصاص لهيئة قضائية تختص بفحص ما يعرض أمامها من طعون متعلقة في مسألة مخالفة أي تشريع ما كقانون أو كلائحة يتاح لها الأفراد، يتاح لكل من له مصلحة مباشرة في الطعن على عدم دستورية نص معين. وبالتالي فعلا كانت هذه فيها ضمانة دستورية وقانونية لحماية الحقوق والحريات بالنسبة للأفراد، وكذلك بسط الرقابة القضائية الدستورية التي تختلف عن القضاء العادي في مسألة تشكيلها واختصاصاتها. وبالفعل أتى المبررات والأهداف التي استهدف فيها المرسوم غاياته جاءت فعلا تخدم فيما يتعلق في موضوع تواجد هذه الخبرات القضائية، باعتبار أن بشكل خاص القضاء فعلا يقوم على مسألة تراكم تلك الخبرات، بحيث أن هذه المحكمة ترسي مبادئ دستورية في هذا الشأن. يمكن بعد من أفضل الأمور التي نتبعها في هذا الجانب أن حتى فيما يتعلق في أعمال السلطة التشريعية نجد أن في عند مناقشتنا لعدد من المشاريع بقوانين الأخذ بنص ما أو الامتناع عن الموافقة بنص ما، كنا في بعض الأمور ذات الاتصال المباشر في الحقوق والحريات كنا نستند لما تقضي فيه المحكمة الدستورية، باعتبار أنها فعلا تنير بالنسبة لأعضاء السلطة التشريعية الأخذ بمضمون تلك النصوص سواء بالإباحة أو الامتناع أو الموافقة. وإن كانت فعلا المحكمة الدستورية في بيان اختصاصاتها لم تلزم يعني في تفسير بعض النصوص المتعلقة في الدستور، ولكن ما درجت عليه المحكمة الدستورية في مملكة البحرين إن عند وضع أي أحكام قضائية كانت في مضمون أحكامها وحيثياتها وأسباب الأخذ بمنطوق معين في النزاع المعروض أمامها، كانت أعضاء المحكمة يتطرقون لمسألة تفسير النص الدستوري، مما فادنا فعلا كأعضاء للسلطة التشريعية. وما قد يصدر طبعا من المحكمة الدستورية سواء كانت أحكاما في النزاعات التي تعرض أمامها أو قرار بحكم الطلب الذي يقدم للمحكمة
بموجب أيضا ما خوله الدستور مملكة البحرين لجلالة الملك المعظم في الأخذ بالرأي المسبق في موضوع مشروع قانون معين أو بالنسبة لما يتم التقدم بها أمامها من أحد فيما يتعلق في هذه الرقابة اللاحقة، فأخذت صفة الإلزام بحيث أنها تلزم فيها كافة جهات الدولة في هذا الجانب، وكذلك ما يطبق على الأفراد بحيث أنه هو إذا قضت بعدم دستورية ودستورية هذا النص فيعتبر له أثر مباشر في موضوع عدم تطبيقه منذ اليوم الثاني لنشره، أو إذا وضعت المحكمة الدستورية ذاتها عند إلقاء النص الذي قضت بعدم دستوريته عينت تاريخ لاحق لكي يتم فعلا أثر عدم تطبيق النص. فمثل تلك الأمور والمنازعات التي تنظر الطعون في عدم الدستورية في هذا الجانب تتطلب مثل الخبرات التراكمية القانونية في هذا الجانب، وهذه هي أحد أهم المبررات التي كانت، وبالرجوع لي حتى الأعمار اللي كانت متعلقة في هذا الجانب بالذات فيما يتعلق في القضاء، نجد أن بعض التشريعات امتد عمر القاضي إلى سن 70، وهذه فعلا تعطينا مؤشرات أن العمر التراكمي بالنسبة للقاضي هي خبرة، هي إرساء مبادئ صحيحة، هي مسألة وجود عندنا مبادئ دستورية. والمتتبع أيضا لما صدر من المحكمة الدستورية نجد أنها فعلا أصدرت حكمها في عدد من القوانين التي نظرتها بعدم الدستورية وكذلك فيما يتعلق باللوائح، وبالتالي كان فعلا للمحكمة الدستورية أثر كبير في مسألة المراقبة وإسباق الرقابة القضائية على مثل هذا الأمر. ويمكن احنا بعد البحرين نفخر بأن من السيدات يعني ضحى الزياني ومنى الكواري من القاضيات الذين تولينا مثل هذا المنصب في المحكمة الدستورية، وهذه فعلا يعني يعبر تماما عن مدى الأخذ بتنوع وتشكيلة وبناء الخبرات البحرينية. وحاليا طبعا الأخ المستشار عبدالله البوعينين هو من يرأس المحكمة الدستورية، فالحمد لله يعني احنا نجد ان مثل هذا الهدف من المرسوم اذا ما تحقق ففعلا راح نكون كوننا ما يخدم القضاء الدستوري في مملكة البحرين في بناء مبادئ ونستفيد منها سواء على المستوى المؤسسي أو فيما يتعلق في حماية وحقوق الأفراد، فإن شاء الله يتم الموافقة على المرسوم. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ علي العرادي تفضل. شكرا جزيلا معالي الرئيس، وبداية كل الشكر إلى رئيسة وأعضاء اللجنة على تقريرهم صراحة الممتاز، وطبعا تعودنا أن تقارير اللجنة التشريعية تكون شاملة وتتناول كل أو مختلف جوانب التشريع الذي سيتم بحثه. معالي الرئيس، إذا سلمنا بأن الدستور هو من يحتل قمة الهرم التشريعي، بمعنى هو من يعني بمعنى أن مواده تسمو على باقي القوانين، فأعتقد بأن هذا السمو لا يتحقق دون أن يكون كذلك لهذه الدول محاكم دستورية تتولى ابتداء الرقابة على دستورية القوانين، وتتولى هي كضمانة كذلك حسن نفاذ هذه القوانين وعدم الاعتداء على الدستور نفسه. مملكة البحرين طبعا ومنذ بداية المشروع الإصلاحي سيدي صاحب الجلالة حرص على تشكيل محكمة دستورية في 2002، وضمت هذه المحكمة برئيسها ونائب رئيسها وبأعضائها نخبة صراحة من القضاء الذين يعني ترجموا مواد الدستور من خلال رقابتهم على دستور مملكة البحرين، الرقابة اللاحقة كذلك، وفي بعض الأحيان أو في بعض الأمثلة رقابة سابقة. أذكر على سبيل المثال قانون إنشاء غرفة البحرين سوية المنازعات، يعني أحال صاحب الجلالة إلى المحكمة الدستورية النظر في ذلك التشريع. نفتخر كذلك معالي الرئيس بأن رئيس هيئة المستشارين هو أحد قضاة المحكمة الدستورية، وأعتقد بأن المحكمة بكفاءاتها تحتاج يمكن في الفترة الأولى أن يكون ممكن العضو يجدد له مرة واحدة بحد أقصى 10 سنوات، ولكن أعتقد في هذه المرحلة بعد أن يعني أسست هذه المحكمة وكان لها ما لها من يعني من أحكام دستورية صراحة نحن كمحامين نستقرأها ونجد فيها صراحة
الكثير. أتصور بأن أن يتم تعديل هذا القانون هو أمر يعني طبيعي، وهو أيضا تطور في الممارسات الدستورية. معالي الرئيس، اللجنة أصابت عندما قالت بأن القضاء الذين يعني يعملون في المحكمة الدستورية يحتاجون أن تتراكم لديهم الخبرات، هم في النهاية خبرات، يعني لم يذهبوا إلى هذه المحكمة ولم يعينهم صاحب الجلالة إلا لأنهم خبرات وكفاءات. يعني التخصيص طبعا لا يعني النكران، ممكن الأستاذة دلال وأنا يعني أشيد بمداخلته ذكرت مجموعة منهم، كذلك أود أن أشيد بنائب رئيس المحكمة الأخ أحمد بن إبراهيم الملا والذي رأس في فترة من فترات المجلس الوطني وغيرهم من القضاء الذي المشهود لهم بالكفاءة. أمر آخر معالي الرئيس، أود أن أشكر اللجنة على ما أبدت في تقريرها وخاصة الفقرة الأولى في الصفحة السادسة، وأقرأ من تقرير اللجنة. تقول اللجنة: وفي هذا المقام تؤكد اللجنة أن المحكمة الدستورية بمملكة البحرين هي أحد المكتسبات الدستورية في النظام القضائي العدلي بالمملكة، ويتميز أعضاها بالخبرة القضائية التراكمية في المجال الدستوري، ومن ثم وجب التمسك بعطائهم ما دام باقيا. وأعتقد هذه فقرة يعني جديرة بالإشادة، وأشكر اللجنة عليها، وأكيد أدعو أصحاب المجلس إلى التصويت لصالح تقرير اللجنة. شكرا معالي الرئيس. شكرا جزيلا. الأخ عبد الرحمن جمشير، تفضل. شكرا سيد الرئيس، وأشكر اللجنة التشريعية والقانونية على هذا التقرير الوافي، وأنا مع توصيته بالموافقة على هذا المرسوم بقانون. صراحة المبررات التي قدمتها يعني تقنعنا أن يجب علينا أن نوافق على هذا المرسوم بقانون، خصوصا أنه تأكيد على تجديد تراكم الخبرة القانونية في هذا الأمر. سيدي الرئيس، أنا عندي تساؤل بسيط. ذكر مقرر اللجنة أن في الكويت ومصر هناك حد لسبعين سنة حسب ما جاء في المرسوم، طبعا ما في التزام بهذا الحد سبعين سنة، فأرجو التوضيح. يعني هذه يعني ما المذكور في اللي ذكر مقرر اللجنة في مصر والكويت غير سوف لا يطبق في البحرين، يعني الاستمرار في تجديد رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية حتى لو طافوا السن سبعين سنة. شكرا سيد الرئيس. يعني سؤالك أن يعني السقف مفتوح إلى ما بعد سبعين سنة، هذا يعني سلطة تقديرية إلى صاحب الجلالة، هو من يقرر في أي سن ممكن أن يتخلى، فإذا كان يستطيع العطاء فلماذا لا يستمر؟ وأخوان ترى سبعين سنة الحين يعتبر نفسهم شباب، هم يعني مو كبار. مثل ما تعرفون الولايات المتحدة المحكمة العليا لما يعين عضو مدى الحياة إلى أن يتوفاه الله، يعني بدون سن. يعني سعادة الوزير، تفضل. شكرا الرئيس. ربما أضيف شيئا ليس في هذا الموضوع تحديدا ولكن في مجمل الموضوع. المحكمة الدستورية طبعا لوضعها خاصة تختلف عن باقي الهيئات الدستورية عموما في المملكة. أولا تنص المادة السادسة من قانون المحكمة في الفقرة الثانية والأخيرة: ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بالمحكمة. يعني لا يمكن أن يسن قانون إلا بعد أخذ رأي الجمعية العمومية للمحكمة. المحكمة لها جمعية عمومية، يجب أخذ رأيها في هذا القانون. هذا من خصوصيات المحكمة. أيضا بالنسبة للسن، هذا أيضا من خصوصيات كما قلت المحكمة، وهذه رؤية جلالة الملك في قضية العضوية. أيضا المادة 9 تنص على أن أعضاء المحكمة غير قابلين للعزل ولا ينقلون إلى وظائف أخرى إلا موافقتهم. لا يمكن عزل قاضي في المحكمة الدستورية وفي نفس الوقت لا يمكن نقله إلى وظيفة أخرى إلا بموافقته. هذا ما نصت عليه. يلاحظ معالي الرئيس الأخوة والأخوات، قانون المحكمة الدستورية صدر في 24 سبتمبر 2002 لم يجرى تعديل فقط في القانون ككل إلا على المادة الثالثة فقط. يعني من جملة المواد 34 مادة في القانون الأصلي أجرت مرتين تعديلين فقط على المادة الثالثة، هي قضية مدد أعضاء المحكمة. التعديل الأول
أجري بموجب المرسوم بقانون رقم 38/2012، والآخر اليوم نناقشه يلاحظ أن بعد مرور 10 سنوات من إصدار القانون 2002-2012 أجري تعديل، واليوم بعد 10 سنوات من التعديل السابق أجري تعديل آخر. فهناك يعني تعامل دقيق جدا مع قانون المحكمة الدستورية لأهميته، ومثل ما تفضلت الأخت دلال، أخ علي وباقي الأعضاء والأخ المقرر، هي ضمانة رئيسية وهي حامية الأولى للدستور. نحن في السلطة التشريعية لجأنا إلى المحكمة الدستورية مع أخواننا في النواب 3 مرات، والشورى مرة واحدة، ولحالة الملكية تم إحالة 4 حالات، وفي إحالة الحكومة تم 3 حالات. يعني لضرورة وأهمية أخذ رأي المحكمة الدستورية، وأمرها بات نافذ غير قابل للطعن فيه. فالرأي عندما يخرج أو الحكم عندما يخرج من المحكمة الدستورية لا يمكن الطعن فيه، فهذا يبين أهمية وسلامة قرارات وأحكامها الدستورية. بالنسبة لنا كما قلت في الحكومة، عندما ذهبنا في قضية التحاكم بشأن المدد لجان التحقيق في مجلس النواب المادة 163، كان هناك يعني ممارسة استمرت 20 سنة من 2002 إلى 2020. لا قبل فترة بسيطة في 21 تقريبا أجري التعديل اللازم، وفعلا أيدت المحكمة رأي الحكومة في قضية مدد لجان التحقيق أن لا تزيد عن 4 أشهر ولا يوم واحد، يعني في الزيادة من السابق. بعض لجان التحقيق استمرت، أعتقد لجنة من اللجان استمرت حوالي 36 شهر، يعني ما يقارب 3 سنوات، أو عفوا 28 شهر. فهذا خلاف المقصد من لجان التحقيق التي يجب أن تبدي رأيا فوريا وعدم التراخي في مناقشة الموضوع أو في اتخاذ القرار بشأنه. فبالعكس المحكمة الدستورية ضمانة رئيسية وحامية أساسية للدستور، والحمد لله يعني جنينا ثمار كثير من أحكامها خلال عملنا التشريعي خلال 20 سنة. شكرا مع الرئيس. بعد سماع مداخلات السادة الأعضاء وسعادة الوزير، احنا راح ناخذ رأي المجلس، بس حبيت بس أوضح إلى الأخوة الأعضاء الجدد اللي انضموا لنا في الفصل التشريعي، إن احنا بنصوت نداء بالاسم. هذا أولا. المشاريع المراسيم بقوانين الذي يصدرها الملك أثناء الإجازة البرلمانية، هذا إلى الملك أن يقدر حالة الضرورة في إصدار مثل هذه المراسيم، ولكن تصويتنا أن يجب أن ترفض هذه المراسيم بأغلبية 21 صوت. يجب أن ترفض بأغلبية 21 صوت. فإذا لم تتوفر هذا العدد من الأصوات يعتبر بأن المرسوم موافق عليه. يعني إحنا ليس تصويتنا هو الموافقة، إنما تصويتنا هو الرفض إذا كان في رفض. بس حبيت أوضح الصورة لكم، ولذلك إحنا راح نأخذ رأيكم نداء بالاسم، وإن شاء الله يعني نسمع عن رأيكم. وسمعتوا طبعا أهمية هذا المرسوم وضرورة هذا المرسوم الذي يعزز من مسيرتنا الديمقراطية. الأخت الأمينة العام، ده ممكن تلاوة الأسماء. سعادة السيدة إجلال عيسى بوبشيت، سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، سعادة الدكتور أحمد سالم العريض، سعادة الدكتور بسام إسماعيل بن محمد، سعادة السيد جمال محمد فخرو، سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، سعادة السيد جواد حبيب الخياط، سعادة السيد جواد عبد الله حسين،
سعادة السيد حمد مبارك النعيمي، سعادة السيد خالد حسين المسقطي، سعادة السيدة دلال جاسم الزايد، سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي، سعادة السيد رضا عبد الله فرج، سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة، سعادة السيد صادق عيد الرحمة، سعادة السيد طارق جليل الصفار، سعادة السيد طلال محمد المناعي، سعادة السيد عادل عبد الرحمن المعاودة، سعادة السيد عادل عبد الرحمن العسومي، سعادة السيد عبد الرحمن محمد جمشير، سعادة الدكتور عبد العزيز عبد الله العجمان، سعادة السيد عبد الله علي النعيمي، سعادة الدكتور علي أحمد الحداد، سعادة السيد علي حسين الشهابي، سعادة السيد علي عبد الله العرادي، سعادة السيد علي محمد الرميحي، سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي، سعادة السيدة لينا حبيب قاسم، سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، سعادة السيدة نانسي دينا خضوري، سعادة السيدة هالة رمزي فايز، سعادة الدكتور هاني علي الساعاتي، سعادة السيد هشام هاشم القصاب، ومعالي السيد علي بن صالح عبد الله الصالح. موافق. إذن الموافقة بالإجماع. شكرا جزيلا وشكرا عبد الرحمن، ما قصرت. ننتقل إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين. الأخ المقرر. شكرا معالي الرئيس، أطلب من مجلسكم الموقر تثبيت هذا التقرير في مضبطة الجلسة. الموافقون على تثبيت التقرير في المضبطة. أغلبية موافقة، تفضل. شكرا. تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول المرسوم بقانون 39 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين دور الانعقاد العادي الأول وسط التشريع السادس. رأي اللجنة. ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث، واطلعت على قرار مجلس النواب وموافقاته بشأنه، وعلى الرأي القانوني للمستشار القانوني للجنة، وانتهت إلى ما يلي. يتألف المرسوم بقانون فضلا عن الديباجة من مادتين، نصت المادة الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 72 2006 بشأن شعار مملكة البحرين نص جديد يتضمن إضافة وصف تمييزي جديد إلى شعار مملكة البحرين، وجاء النص كالتالي: يتألف شعار مملكة البحرين من رسم لعلم المملكة داخل إطار على شكل در مكون من ثلاثة أضلع قاعدته إلى أعلى مستقيمة، ومنقوش في جوانبه زخارف عربية الطراز، ويعتليه التاج الملكي بخمس مثلثات، وذلك وفقا للنموذج المرفق لهذا القانون. بينما أتت المادة الثانية تنفيذية، يهدف المرسوم بقانون إلى تعديل شعار مملكة البحرين بما يتناسب مع النظام الملكي لمملكة البحرين بإضافة التاج الملكي إلى الشعار، وما يعنيه من أن
حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، كما أظهرت المذكرة الإيضاحية أن مبررات إصدار التعديل بأداة المرسوم بقانون استنادا إلى حكم المادة 38 من الدستور تكمن فيما يتمتع به شعار مملكة البحرين من قدر عظيم، باعتبار يعتبر يعبر عن كيان المملكة وهويتها، ولكنه يعبر عن ذاتية وكيان وتاريخ وحضارة شعب مملكة البحرين. ومن ناحية السلامة الدستورية، فقد صدر المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين تطبيقا وإعمالا لنص المادة 38 من الدستور، ليضيف إلى المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين عبارة جديدة تضع وصفا تعبيريا تمييزيا جديدا إلى شعار مملكة البحرين، يعبر عن النظام الملكي الوراثي لمملكة البحرين اعتبارا لأهمية وقدر وكيان شعار المملكة. فأضاف إلى وصف شعار المملكة عبارة ويعتليه التاج الملكي بخمس مثلثات، وذلك بهدف تعديل شعار المملكة بما يتناسب مع النظام الملكي لمملكة البحرين واتفاقا مع نص المادة الأولى من الدستور التي تقرر أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي. واعتبارا لما يتمتع به شعار مملكة البحرين من قدر عظيم، كونه يعبر عن كيان مملكة البحرين وهويتها وعن ذاتية وكيان وتاريخ وحضارة شعب مملكة البحرين، حيث صارت لمملكة البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم، فقد ارتهات الإرادة الملكية إصدار التعديل بأداة المرسوم بقانون إعمالا وتطبيقا لنص المادة 38 من الدستور تأكيدا للصفة الملكية في شعار مملكة البحرين، وذلك بأن يعتلي الشعار تاج ملكي بخمسة مثلثات تشير إلى عدد أركان الإسلام الخمسة كما هو في علم المملكة. وتقرر اللجنة سلامة المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين من الناحية الدستورية، حيث صدر وفق الضوابط التي تضمنتها المادة 38 من الدستور ومستوفيا لشرائطها، إذ صدر عن السلطة المختصة دستوريا بإصدار كما تم عرضه على الميعاد المحدد في المادة 38 من الدستور ووفق الإرادة الملكية التي يراعي تقدير حال لحالة الاستعجال في إصدار المرسوم بقانون، وذلك اعتبارا لما يتمتع به شعار مملكة البحرين من قدر عظيم، كونه يعبر عن كيان مملكة البحرين وهويتها وعن ذاتية وكيان وتاريخ وحضارة شعب البحرين مملكة البحرين. ومن الناحية السلامة القانونية والموضوعية للمرسوم بقانون المعروض، فقد عبر ميثاق العمل الوطني في الباب السادس منه بند أولا عن نظام الحكم في دولة البحرين بأنه ملكي وراثي دستوري، وعاد تسمية دولة البحرين لتكون مملكة البحرين ولقب رئيسها بالملك. وتنفيذا لما ورد في الميثاق من تسمية دولة البحرين بمملكة البحرين ورئيسها بالملك، فقد حرصت التعديلات الدستورية لسنة 2002 على تحقيق هذا الهدف، ونص الدستور في الفقرة باء من المادة 1 على أن حكم مملكة البحرين ملكي دستوري. وكما
أناط بالقانون بيان علم المملكة وشعارها وشعراتها وأوسمتها ونشيدها الوطني، ومن ثم فقد صدر القانون رقم 72 لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين، وحيث صارت لمملكة البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم، وقد ارتأت الإرادة الملكية إصدار مرسوم بقانون تأكيدا للصفة الملكية في شعار مملكة البحرين، وذلك بأن يعتلي الشعار تاج ملكي بخمسة مثلثات تشير إلى عدد أركان الإسلام الخمسة كما هو في علم المملكة. وفي الأنظمة المقارنة تعتمد العديد من دول العالم شعارات وسمات ورموز خاصة بها، غالبا تستلهمها من حضارتها وتاريخها وواقعها، ويعتبر الرمز الوطني لأي دولة انعكاسا للتوجه الكلي لمجتمعها، ويوضح الشعار هوية الدولة. كما أن أغلب الأنظمة الملكية تتضمن شعاراتها تاجا ملكيا يكون رمزا للحكم الملكي، فضلا عما تتضمنه من رموز أخرى تعبر عن المجتمع وقوته، وأحيانا تصف واقعة تاريخية. فالمملكة الأردنية الهاشمية تتضمن شعارها التاج الملكي الهاشمي ذهبي اللون الذي يشير إلى أن نظام الحكم فيها نظام ملكي وراثي، والمملكة المغربية تتضمن شعارها تاجا يرمز للنظام الملكي. وبناء عليه ترى اللجنة سلامة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره، وتوصي بالموافقة عليه. وشكرا. شكرا جزيلا. هل من راغب في الحديث؟ الأخ عادل معاودة تفضل. لا شك أن الرمزية والرموز ما زالت عائدة عادة قديمة منذ الأزل، وكان الناس يعتبر الرمز للجميع ولوحدة الجميع، وكم ذادوا عن رموزهم، وكانت هي سنة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقد الرايات لأصحابه، فأول راية عقدها لحمزة بن عبد المطلب فقام بها خير قيام، وكل يعرف الحديث المشهور غدا أعطي الراية رجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كانت دائما الرموز، وكما هو معلوم أن الرموز والأعلام رمز وحدة الأوطان والمواطنين، لذلك تجد في حالة الخلاف أن البعض يعني يسيء إلى العلم إرادة أن يسيء لبلة أو أمة، فلذلك الرمز حقيقة له مكانة واحترام عند الناس الذين يحبون الوطن ويحبون وحدته ويحبون قيادته. ولا أطيل، ولكن الكلام ذو شجون كما يقال، ولكن حقيقة إن مما أثلج صدري منذ أن يعني من علم البحرين والآن الشعار، اللفتة الملكية العظيمة في جعل المثلثات بعدد أركان الإسلام لترمز على الأركان التي تقوم عليها هذه المملكة المباركة بقيادتها المباركة وفقها الله. وشكرا معالي الرئيس. ما في من توصية اللجنة في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة توصي بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 72 لسنة 2006 بشأن شعار مملكة البحرين لتوافر شروط إصداره والمنصوص عليها
في المادة 38 من الدستور، والأمر معروض على المجلس المؤقر للاتخاذ اللازم. وشكرا. شكرا جزيلا. الأخ الأمين العام تفضلي. سعادة السيدة جلال عيسى بوبشيت، سعادة الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، سعادة الدكتور أحمد سالم العريض، سعادة الدكتور بسام إسماعيل بن محمد، سعادة السيد جمال محمد فخرو، سعادة الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، سعادة السيد جواد حبيب الخياط، سعادة السيد جواد عبد الله حسين، سعادة السيد حمد مبارك النعيمي، سعادة السيد خالد حسين المسقطي، سعادة السيدة دلال جاسم الزايد، سعادة السيد رضا إبراهيم منفردي، سعادة السيد رضا عبد الله فرج، سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة، سعادة السيد صادق عيد الرحمة، سعادة السيد طارق جليل الصفار، سعادة السيد طلال محمد المناعي، سعادة السيد عادل عبد الرحمن المعاودة، سعادة السيد عادل عبد الرحمن العسومي، سعادة السيد عبد الرحمن محمد جمشير، سعادة الدكتور عبد العزيز عبد الله العجمان، سعادة السيد علي عبد الله علي النعيمي، سعادة الدكتور علي أحمد الحداد، سعادة السيد علي حسين الشهابي، سعادة السيد علي عبد الله العرادي، سعادة السيد علي محمد الرميحي، سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي، سعادة السيدة لينا حبيب قاسم، سعادة الدكتور محمد علي حسن، سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي، سعادة السيدة نانسي دينا خضوري، سعادة السيدة هالة رمزي فايز، سعادة الدكتور هاني علي الساعاتي، سعادة السيد هشام هاشم القصاب، ومعالي السيد علي بن صالح الصالح. موافق. إذن الموافقة بالإجماع. شكرا جزيلا للجميع. أخواني، ما بقى عندنا إلا تقرير وفد مجلس الشورى المشارك. مشكور دكتور. تقرير وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع التشاوري 9 للرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، الذي عقد في مدينة بوجمبورا جمهورية بوروندي في الفترة من 19 إلى 20 من سبتمبر 2022. هذا طبعا هو بس لإطلاعكم، إلا إذا لمن قراه هناك أي ملاحظات عنده فليتفضل. إذن إذا ما في أي ملاحظات على التقرير، مثل ما قلت لكم هذا هو بس لإطلاعكم عليه. طبعا بهذا تنتهي أعمال جلستنا اليوم، وإلى اللقاء إن شاء الله في الجلسة القادمة يوم الأحد القادم.